زيارة الكابتن محمود الخطيب للنادي الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم القادمة إن شاء الله في دوري أبطال أفريقيا، المباراة الثالثة. الأهلي بيسعى للفوز الثاني. في نفس الوقت يا أستاذ إيهاب، الجمهور مفتكر أو شايف إن هي مباراة ممكن تكون سهلة، لكن زيارة الكابتن محمود الخطيب أكيد حضرتك شايفها من عدة جوانب، أهمها إن هو بيقول لهم إن المباراة اللي جاية لا تقل أهمية عن أي مباراة أفريقية، فوز الثامن على التوالي في بطولة الدوري المصري الممتاز، ختام 2019 متصدر بطولة الدوري، حاجات كتيرة جدا. حضرتك ممكن بقى تقولي المشهد قبل المباراة الأفريقية اللي تمام جاي. كابتن عمر، الحمد لله على سلامة الكابتن محمود الخطيب. يمكن بعد وصوله بساعات بيتوجه لملعب مختار التتش بيشوف المران. يعني كفاية الصورة اللي بين اللعيبة وبين الكابتن محمود الخطيب وهم واقفين حواليه وبيضحكوا، اذا كان فيها الشيخ، اذا كان فيها كهربا، اذا كان فيها فايلر هو بيسلم عليه، اذا كانت قعدته جنب سيد، اذا كان فتحي، اذا كان سعد. دي الصور كلها اللي شفناها النهارده في المران، وادي قدامنا كمان فيديوهات قناه الاهلي الخاصه. فدي في حاله حلوه وحاله مميزه بين الكابتن محمود الخطيب وبين لعيبه النادي الاهلي، وحاله من الابتسامه. الابتسامه دي بتفرق كتير جدا جدا جدا، وبتدي ثقه بشكل كبير جدا. لكن خلينا اكون واضح معاك، النهارده كان وجود الكابتن محمود الخطيب ليه اكتر من حاجه ايجابيه، وليه اكتر من هدف. الهدف الاول زي ما انت بتقول، التاكيد على اهميه البطوله الافريقيه واهميه العوده مره اخرى للتتويج. وعايز اقول لك ان البطوله الافريقيه صعبه جدا جدا السنه دي، وان بلاتينيوم من الفرق اللي قد تكون مستواها الفني اقل من فرق المجموعه، لكن بعد وجود فوز النجم على بلاتينيوم في ملعب بلاتينيوم ده صعب عليك المهمه جدا. انت مباراتين بلاتينيوم دول لازم ان شاء الله تقدر تقتنص فيهم 6 نقاط، ومع ذلك مباراه السبت مباراه مش سهله جدا خالص، ولا سهله ولا فرقه ضعيفه. لا، فنيا الاهلي اعلى على الورق، يقدر يشتغل اكتر، واثقين في فوز النادي الاهلي. لكن الضغوط اللي في الفتره اللي فاتت يا كابتن عمر على الفرقه ضغوط كبيره جدا، ضغوط المباريات وضغوط الاصابات، ودي اللي بتخلي المباراه صعبه. ولان انت ماشي في الدوري بشكل يعني نمسك الخشب رائع جدا ومميز جدا، بس بتدفع ضريبه ده ومن ضغط المباريات باصابه بعض اللاعبين وبعض الامور عندك بتقل، بتخسر لاعب كبير جدا زي رمضان صبحي. يعني خساره رمضان صبحي واصابته طبعا قدر الله ما شاء فعل، لكنها اصابه فنيه كبيره جدا. ومع ذلك الاهلي لا يتاثر بالشكل الكبير على غياب افضل لاعبيه. رمضان صبحي من افضل اللعيبه اللي موجوده، زوج اللعيبه، لكن في الاخر فريق جماعي ما بيقفش على لاعب بشكل معين، وبالتالي اصابه رمضان او اصابه اي لاعب ربما بتربك حسابات فايلر شويه وبتاثر. لكن مع المشاركه في البطوله الافريقيه وبطوله الدوري، وبالتالي انت عايز تادي بشكل كويس هنا وهنا، انت ما بترضاش، عايز تبقى رقم واحد هنا ورقم واحد هنا. البطوله الافريقيه صعبه، القوه في الدوري والاصابات اللي بتحصل في الدوري والمشاكل اللي بتحصل من ضغط المباريات هتبقى هي العائق الاول للاهلي في البطوله الافريقيه. فان شاء الله الامور تمشي بالشكل الافضل في البطوله الافريقيه.